الأخ أحمد القصبي، لابد من توضيح التوسل برسول الله عليه السلام في حديث الأعمى. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وقد شق علي ذهاب بصري، فادعو الله أن يرد علي بصري يا رسول الله. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، كما قال للمرأة التي كانت تصرع. لكن الرجل كان أقل فقها من المرأة، ولعله له عذره في ذلك، قال: بل فادعوه يا رسول الله. أما المرأة فقالت: أصبر ولي الجنة. قال: بل فادعوه يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يقول في دعائه: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم. فالأخ يقول: يجوز أن نقول بنبيك كما قال الرسول، ونحن نقول أيضا يجوز، لكن لابد أن أفهم النص. الرجل جاء يدعو الرسول، يطلب من الرسول الدعاء، يطلب من الرسول الدعاء. فذلك في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول إنه لو كان الأمر مطلقا لا فعل ذلك عمر. لو كان الأمر مطلقا وقال: أتوسل إليك بنبيك يا رسول الله، لكن عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فما الذي حمل عمر على أن يتجه إلى العباس كي يدعو؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن العلماء قدروا محذوفات في هذا الحديث، لأن الحديث نتوسل إليك بنبيك محتمل احتمالات. محتمل: أتوسل إليك بإيماني بنبيك، وهذا حسن أن أقول: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فتوسلت بإيماني بالنبي عليه الصلاة. أتوسل إليك باتباع لنبيك عليه الصلاة والسلام، فيه أيضا مستند، وهو قولنا كمؤمنين امتثالا لأمر ربنا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فيجوز التوسل بالإيمان بالرسول وباتباع للرسول، ويجوز التوسل أيضا بحبي لرسول الله، لأن النبي قال: المرء مع من أحب. يبقى التوسل بدعاء رسول الله، توسل بدعاء رسول الله. الأظهر جوازه أيضا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، في حياة الرسول. لكن لما مات الرسول كيف يدعو لنا الرسول بعد موته عليه الصلاة والسلام، وكيف أتوسل إليه، أتوسل الله بدعاء النبي بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك اخترنا الأقوال: إيماني برسول الله، اتباعي لرسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كذلك حبي لرسول الله. أما التوسل بالجاه فأراه في هذا الموطن ليس هو الأرجح، لأنه لو كان التوسل بالجاه سائغا لفعله عمر لما قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذا باختصار شديد. الأخ ماضي قدما في كلامه يقول: نقول كما قال الرسول. خلاص، ما في أي مشكلة، قل كما قال الرسول: أتوسل إليك بنبيك كما قلت، بس ما فيش أي مشكلة في كده. عايز تقولها قلها، ما خالفناك في ذلك. لكن أن تنتقل منها تستغلها دليلا للتوسل بالأموات، ومن ثم سؤال الأموات ما لا يسأله إلا الله، فهذه بداية ضلال وبداية شرك ستدخل فيه. إذا كنت ستتخذها ذريعة كي تذهب إلى قبر البدوي أو قبر الجيلاني وتدعوهم من دون الله، وتقع في مواقع إليه أهل في مواقع فيها أهل الضلال الذين قال الله في شأنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فستكون بداية الضلال. فنحذره ويأبى إلا أن يشاكس. غفر الله لنا ولهم.